قاسم هيني اندليت. آه شايف كيف تحكي عني ما بندل؟ لقيته للدكتور. لا مش ماخدي موعد، بس هلأ بدبر حالي. هلأ بتشوف. أهلا، تفضلي، عندك موعد؟ ما في موعد، بس حالي طارئة، يعني إذا ما دخلت هلأ عند الدكتور يمكن أموت من الوجع. لا سلامتك، بس أنا مش عارفة شو أحكي لك، بس حضرتك شايفة عيادتي كيف؟ بس الالتهابات ذبحتني، يعني طول الليل وأنا رايحة جاي، رايحة جاي على التواليت، أغسل وأرجع أنام، إن يهدى لا سبيل، يعني إذا ما شفت الدكتور ما صدقت يعني يطلع الصبح أشوفه. عفوا مدام، بس إذا إخوان بيقبلوا لك تفضلي، ما عندي معنى. مرحبا مدام، ارتاحي مدام، استرخي مدام، ما تقلقي ان شاء الله خير، استرخي 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 استرخي. بس بدنا نشيل شكلك عروس جديد مدام. صار لي 15 سنة مجوزة. طب إذا هيك مدام في مجال تشرح البنطلون؟ يا عيب الشوم عليك، استحي على شيبتك مدام. خص عليك والله لا أفضحك مدام، عيب هالحكي. يلي مثلك بيعرف العيب؟ يلي مثلك بيعرف العيب؟ أنا اللي عيب؟ قال اشلحي بنطلونك، قال شو دخل شلحة بنطلون بوجع أسنان؟ عفوا مدام، حضرتك لقي دكتور رايحة. أحمد، أحمد سعيد، والله لا أفضحك عن نقابة أطبة الأسنان. مدام، عيادة الدكتور أحمد الباب اللي جنبنا، هون عيادة الدكتور سالم محمود نسائي وتوليد. والله الباب اللي حدكم. يلا شكرا. تخليل المدام داريا نبر،